السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الجزء الثاني من كورس المساحة التصويرية الطبوغرافية. لو كنا كده هنرجع الجزء الأولاني، وقلنا اتكلمنا في الجزء الأول عن تعريف الفوتوغرامتري، واتكلمنا إن هي علم استنباط واستنتاج البوزيشن والأوبجيكتيفز من خلال الأوفرلابينج فوتوغرافز من خلال الصور، وقلنا إن فيها تصنيفات وقسمناها 4 أقسام. أول according to purpose، الهدف الغرض أو الغرض منها، قلنا إن في نوعين، إما متريك فوتوغرامتري أو انتربريت فوتوغرامتري. قلنا التركيز بتاعنا يكون على المتريك فوتوغرامتري، هو اللي فيها هقدر يعني ههتم باللوكيشن والشيب والسايز والأريا، عكس الانتربريتيف هو بيهتم بتفسير ظاهرة معينة، اللي هو بيختص شغل الريموت سينسينج وبيدرس وجود أو غياب هذه الظاهرة. واتكلمنا احنا ممكن نصنف فوتوغرامتري طبقا للداتا بتاعتي اللي هي طبقا للصور. قلنا ان في عندي نوعين، هيبقى انالوج فوتوغرامتري او ديجيتال فوتوغرامتري. قلنا الانالوج فوتوغرامتري ده بيعتمد على الهارد كوبيز، او اللي هو بيعتمد على الفيلم كاميرا او صور الفيلم. والديجيتال عندي بيهتم على السوفت كوبيز ايمج، ودي اللي بتعتمد عندي على الديجيتال ايمج. فاهم ان احنا ممكن نصنف الفوتوغرامتري طبقا للبروسيس او اللي بيتم عليها او العمليه اللي بيتم عليها. وقلنا ان برضه في عندنا نوعين، في انالوج او انسترومنتال بروسيسنج، وفي نوع تاني انيتيكال بروسيسنج. وان الفرق بينهم ان الانالوج ده بيتم على النوع الاول اللي هو الانالوج فوتوغرامتري، ان هو بيحتاج بعض الاجهزه الانسترومنت الكومبلكس انسترومنت، وبيبقى شغله كله على الهارد كوبيز او الفيلم فوتوز. والنوع الثاني اللي هو الانيتيكال، وده بيتم على الصور ديجيتال او صور الفيلم بعد عملها سكان، يعني اما اعمل صور الفيلم سكان او استخدم الصور الديجيتال اللي عندي ديجيتال. وده بيستخدم عندي معادلات رياضيه ماثيماتيكال ايكويشن، وده اللي موجود حاليا شغال حاليا، لان اللي موجود حاليا كل الصور اللي عندي ديجيتال ايمج. ممكن اقسم، وده اقسم مهمه جدا، اقسم الفوتوغرامتري عندي طبقا للوكيشن بتاع السنسور. والسنسور المستخدم عندي في الحاله الفوتوغرامتري هو الكاميرا، وممكن اقسمها لثلاث انواع. اول نوع عندي اللي هو المساحه التصويريه الارضيه، واتكلمنا فيه ان هو اللي عندي الكاميرا عندي او الصور بتاخد بواسطه سنسور او كاميرا موجوده على الارض، اما موجوده على ايدي او على ترايبود، او تقسم ان هي اريا فوتوغرامتري مساحه تصويريه جويه، وان اللي بيكون فيها السنسور اللي عندي او الكاميرا اللي عندي موجوده على ايربون او بالون. في الحاله دي احنا قسمناها جزئين، قلنا ان هي ماند اريا فوتوغرامتري او اماند اريا فوتوغرامتري. اما يكون الايربون ده طياره هليكوبتر او طياره ماند طياره فيها طيار، او تكون اماند اللي هي طياره بدون طيار اللي هو اماند اريا فيكل. النوع التالت اللي هو السبيس فوتوغرامتري، واتكلمنا فيه ان هو الصور عندي تلتقط عن طريق كاميرا موجوده في السلايد، وده الجزء الخاص بريموت سينسنج. واتكلمنا عن اهميه الفوتوغرامتري، وان اما يميز الفوتوغرامتري ان هي نون كونتاكت ميثود، ان هي طريقه او تقنيه ما بتحتاجش ان هي يحصل تواصل او اتصال مباشر بالاوبجكت، يعني يكفي رؤيه الاوبجكت مش احتلاله أو الوقوف عليه. ودي مهمة جدا في بعض المناطق اللي ممكن يصعب فيها الوصول للأوبجيكتيف، أو بيكون في خطورة في الوصول للأوبجيكتيف، أو بيكون في تكلفة في الوصول للأوبجيكتيف. إن هي طريقة سريعة جدا لو قارنتها بالطرق التقليدية تديني ملايين النقاط، إن هي طريقة أرخص من الطرق التقليدية مقارنة بالمساحة اللي بقدر أرفعها وعدد النقاط اللي بقدر أحصل عليه، تدي دقة عالية، دقة مقبولة وكويسة، دقة عالية جدا، سنتيمتر أكوسي، بيديني هيوج نمبر من، يعني بيديني ما بيديش بوينتس، لا ده بيديني دينس بوينت كلاود، بيديني ملايين من النقاط. وكلامنا فيها إن عملية التشيك أو المراجعة بتتم في الموقع، مش محتاج أروح المكتب وكده أكتشف إن في أخطاء، لأ. وبالتالي ما بتحتاجش رجوع الموقع تاني، لأ أنا برجع للصور
ولو في اي مشكلة عندي بقدر اصور تاني في نفس الزيارة اللي عندي او في نفس المرة. طبعا بالنية بتديني نقاط، ملايين من النقاط، فيبقى عندي مرونة ان اختار نقاط واحذف نقاط. طبعا بتديني تكت شوت، ما بيديش بس نقاط، لا هنشوف ان هي بتديني موديل كامل، وممكن احسن 3D موديل كامل. طبعا دي اتكلمنا عنها فوق، ان احنا ممكن نعمل ريبيتيشن كذا مرة، ما بيحتاجش ان ارجع تاني للموقع تاني. طبعا في بعض المناطق اللي بحتاج فيها بعض الواجهات المعمارية زي الواجهات الأثرية والآثار، بتكون الواجهات بتاعتها معقدة جدا وفيها تفاصيل كتيرة جدا جدا، فبالطرق التقليدية مستحيل أقدر أوصل وأرفع كل التفاصيل ديت، فبتكون هي أفضل طريقة إن أقدر أحصل على اللي هو كومبليت سيرفيس، إنها بتديني ملايين أو هيج نمبر من البوينتس، وبتكون مفيدة جدا في الحاجات اللي فيها تفاصيل كتير زي الواجهات المعمارية وزي المناطق الأثرية. طبعا اتكلمنا إن هي بتديني 3 أنواع من الداتا، مفيش نوع واحد، جيومتريك داتا وراديومتريك داتا وسبكترال داتا، واتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. ما بيديش بس اللوكيشن، طبعا أي طرق تقليدية عندنا بيدي بس الجيومتريك داتا اللي هو 3D كوردينيت للنقاط اللي عندي، لأ ده يوم تديني كمان راديومتريك ويديني كمان سبكترال، هنشوف يعني ايه بعد كده. طبعا السبكترال هو بيديني اللون، طبعا بيبان فيه تصوير، فكده كده اقدر اعرف اللون، وبالتالي اقدر اعرف عندي فكرة ايه اللي موجود غير ما يكون بيديني نقاط بس. وطبعا بيديني الانتنسيتي بتاع الراديشن، ده ممكن استخدمه في عملية التحليل واعرف، وممكن استخدم في حاجة سيرمال ايمج، سيرمال كاميرا، وممكن استخدم مالتي سبكترال كاميرا، ولا استخدامات تانية غير ان احصل بس على ال 3D بوينت او 3D كوردينيت بوينتس اللي عندي. اتكلمنا الابلكيشن وقسمناهم ان في عنده نوعين من الابلكيشن، اما توبوجرافيك ابلكيشن وده اللي يهمنا وده اللي احنا هنتكلم عنه، نقدر احدد السبيشال بوزيشن بتاع سواء النقاط اللي عندي او الفيتشر اللي عندي او الاوبجكت اللي عندي سواء ناتشرال او ارتفيشال اللي موجود على الارض. لكن طبعا مش هتهمنا شويه او مش هتهمنا تطبيقات غير توبوجرافيه كتيره جدا، خصوصا في الزراعة وخصوصا في الأركتكتشر وخصوصا في الميديسين وخصوصا في المصانع والإندستريال. نوصل بقى لليو اي في فوتوجرامتري، اتكلمنا إن هو فرع من فروع المساحة التصويرية، هو يعتبر أحد أنواع الأريال فوتوجرامتري، لكن السنسور عندي أو الكاميرا عندي بتكون موجودة على بلاتفورم أمانت أريال اللي هو طيارة بدون طيار. فممكن لو قلنا اليو اي في هي اختصار أمانت أريال او اير كرافت، يعني الايه اللي عندي في الكلمه هي اما اريال او اير كرافت، الفي طبعا فيكلز. طبعا ديت هي وسيله قياس بتستخدم البلاتفورم ان هو طياره بدون طيار، يعني بيكون عندي طياره، بيكون عندي الكاميرا عندي او سنسور عندي محموله على بلاتفورم عباره عن طياره بدون طيار. اتكلمنا عن المميزات اليو او في، عن الالماند او عن الاريال فوتوجرامتري، وقلنا ان طبعا ان هي بتستخدم في المناطق اللي ممكن يكون فيها ريسك، فيها خطورة شوية زي الزلازل وزي البراكين، ان وبتطير على ارتفاعات قليلة، فيديني تفاصيل اكتر ووضوح اكتر زي الفولكانيكو ماونتينز والارثكويك، وان هي اقصى خطورة او اقصى خسارة ممكن تحصل ان الطيارة اللي عندي لا دمج بدون خسارة أرواح أو بدون خسارة بشر، لأن طبعا الطيارة مفيش فيها أي هيومن. طبعا بتستخدم في المناطق اللي في اللي صعب، في بعض المناطق بتكون عملية إن أنا أستخدم طيارة كاملة أو هليكوبتر أو طيارة بتكون فيها قيود شوية أو بتكون في صعوبة شوية في الحصول على التراخيص، بعكس اليو في في الغالب هتبقى أسهل في الحصول على التراخيص شوية، إن طبعا النافية بتكون سماحية أكتر شوية. واتكلمنا إن هي برضه إن الارتفاع القليل بتاعها ده بيديني حاجتين، بيديني أولا دقة عالية جدا وريزوليشن عالي جدا، تاني حاجة ممكن لو في كلاود أو في حاجة كده كده ممكن تطير تحت الكلاود فمتأثرش بيه. طبعا هي أرخص من الطيارة من المان إير كرافت طبيعي، وأرخص برضه من الطرق التقليدية في عملية الرفع. طبعا الحصول على الداتا بيكون فوري، لان طبعا الطياره بتكون متوصله مع جهاز كمبيوتر على الارض، الحصول على الصور والحصول على كل الجي بي اس اي ام اس بيكون في الحال وفوري.
طبعا ان هي بتطير على لو التيتود، فبالتالي الارتفاع بتاعها قريب ده بيديها طبعا ريزولوشن عالي جدا، هاي ريزولوشن. بستخدم طبعا في الاماكن اللي سمول واللارج ابلكيشن، عكس اللاند محتاجه طبعا لارج ابلكيشن. عمليه التيك اوف واللاندنج ما بتحتاجش اي ران واي، عكس اللاند عمليه الاقلاع والهبوط لها ما بتحتاجش اي مسافه او ران واي او اي تكلفه اضافيه خالص. طبعا عملية البلاننج وعملية إن أنا أعمل بلان للرحلة للطيران، وأعمل مونيتور وأعمل مراقبة وأعمل موديفاي في أي لحظة وأعمل كنترول على الرحلة كاملة، ده بيتم بدقة عالية جدا نتيجة إن موجود عندي على في السيستم عندي موجود عندي جي بي إس وأي إن إس، ده بيدي طبعا بروسيس فلايت. وكمان نأمن يعني ما يعيبها إن طبعا جاب طبعا بالمان بتبقى طبعا وزنها قليل شوية، فبالتالي بيبقى تأثيرها بالرياح بيبقى تأثيرها عالي شوية. طب ايه الديفايسز اللي ممكن تبقى موجودة في الطيارة عندي؟ هي طبعا الطيارة كبلاتفورم فقط، كمنصة فقط، بيكون موجود فيها بعض الديفايسز، موجود فيها طبعا السنسور اللي هو الكاميرا، موجود فيها وحدة جي ان اس اس، موجود فيها اي ان اس كاميرا بتصور، جي ان اس اس ده بيديني البوزيشن بتاع الطيارة بتاع الصورة نفسها كمان. طب بستخدم ليه؟ عايز اعرف البوزيشن او عشان عملية البلان نفسها، عشان عملية تخطيط الطيران نفسه. تاني حاجة عشان اعمل موتور اعمل انا طبعا بكون متوصل بالجهاز على الارض، وبالتالي بكون شايف البلان كله شغال. لو احتجت اعمل مراقبة، لو احتجت اي موديفاي في اي لحظة ممكن اتدخل وعدل في الرحلة وأثناء الطيران نفسه، لو احترت أو بعمل على كنترول كامل في أي لحظة. طبعا إن الجي إن إس إس بيديني ممكن أستخدم كذا أسلوب أو كذا تقنية، أول تقنية عندي السنجل بوينت بوزيشن، طبعا دي الدقة بتاعته بتكون بالمتر، فبالتالي الدقة بتبقى عندي مرفوضة تماما مينفعش أستخدمها. النوع التاني اللي هو ديفرنشال جي بي إس، اللي ممكن أستخدم فيه إما أستخدم الأر تي كي أو البي بي كي، طبعا بدي دقة بسنتيمتر أو بالمليمتر، طبعا بتبقى دقة مناسبة جدا. أو ممكن أستخدم طبعا ال VRS، يبقى ممكن أستخدم differential GPS أو ال VRS، أو في المنطقة اللي عندي فيها VRS، لكن لو مش موجود طبعا لازم أضطر أستخدم differential GPS. استخدام ال GPS أو GNSS في ال UAV photogrammetry ليه طريقتين، أو ليه استخدامين، أو ليه حاجتين. أول طريقة عندي الصور عندي أثناء عملية التصوير، الإحداثيات بتاعة الصور اللي عندي بتكون إحداثيات بيكسل كوردينيت أو أربيتر، إحداثيات افتراضية ملهاش أي علاقة بالجراوند كوردينيت سيستم. طب عشان أحولها لازم أحتاج أعمل جيو ريفرنسنج، لازم أعمل إرجاع جغرافي للنقاط دي كلها للجراوند كوردينيت سيستم، فبالتالي أحتاج جراوند كنترول بوينت. فالجراوند كنترول بوينت بيتم تحديدها عن طريق جي إن إس إس، دي أول حاجة. تاني منطقة عندي لو أنا لأ أنا مش عايز أشتغل، أنا عايز أحسب أشتغل بالدايركت جيو ريفرنس. يعني إيه؟ يعني أنا في كل أنا عندي كده كده الطيارة موجود فيها جي إن إس إس، لو قدرت أحدد البوزيشن بتاع كل صورة عندي بدقة عالية، بالتالي كده أصبحت عارف الأورينتيشن بتاع الصورة عندي، فبالتالي أستخدم الدايركت جيو ريفرنس. يبقى ممكن في جي إن إس إس بستخدم إما أجيب الجراوند كنترول بوينت اللي أعمل بيه جيو ريفرنسنج وأحول كل النقاط اللي عندي من بيكسل كوردين سيستم الى جراوند كوردين سيستم، او اقدر احسب منها البوزيشن واللوكيشن بتاع الطياره بتاع الصوره نفسها اثناء التقاط الصوره، او البوزيشن بتاع الطياره اثناء التقاط الصوره، فبالتالي استخدمها على طول في الدايركت جيو ريفرنسنج. ده استخدامات الجي ان اس اس. تاني سيستم عندي او تاني ديفايس عندي موجود اللي هو الاي ان اس او الاي ام يو، انرشال نافيجيشن سيستم او انرشال ميجرمنت يونت. كده كده الطيار اللي عندي موجود عايز اعرف البوزيشن وعايز اعرف الاورينتيشن، عايز اعرف الروتيشن حوالين اكس وحوالين واي وحوالين زد. جي ان اس اس هيقدر يحسب لي البوزيشن بتاع الطياره. طب الروتيشن بتاعها، الدوران بتاعها، هل هي كم الدوران، كم زاويه حوالين اكس واي وزد، ده بستخدمه بقدر احسبه عن طريق الاي ان اس او الاي ام يو.
في النهاية أقدر أوصل إن في عندي فوتو التايم بتاعها بالأخضر ده، وفي عندي جي بي اس أو جي ان اس اس ميجرمنت اللي بالأحمر ده، طبعا التايم بتاعهم بيكون مختلف، وفي اي ام او او اي ان اس ميجرمنت واخد قراءة عن كل جزء من الثانية. بقدر أوصل طبعا إن عندي عارف التايم بتاع الفوتو كابشر، بجيب التايم المقابل له في الجي ان اس ميجرمنت، بقدر أعرف البوزيشن بتاع الطيارة أثناء التقاط الصورة كان إيه، وأروح أجيب الأورينتيشن والروتيشن من الـ INSS، فأعرف الروتيشن بتاع الطيارة أثناء في وقت التقاط الصورة دي كان كام، بالتالي أنا عرفت دلوقتي البوزيشن والروتيشن بتاع الطيارة على كل صورة. لو قدرت أعرف الكلام ده ممكن أستخدم على طول الـ Direct Sensor Orientation. وده الفرق اللي بيوضح لي بين الـ Aerial Triangulation AT أو الـ DG اللي هو Direct Geo Referencing. إيه الفرق بينهم؟ اتكلمنا قلنا إن في حالة الـ Aerial Triangulation في حالة الـ AT بقدر أستخدم الـ Ground Control Point المحسوبة عن طريق الـ GNSS في إن أعمل Geo Referencing للنقاط كلها أو الصور كلها للـ Ground Coordinate System. يكون عندي اللي هو الأربع نقاط موجودين دول الأحمر دول الـ Ground Control Point. البوزيشن والاورينتيشن ما بيكونش معروفين، يعني البوزيشن والاورينتيشن مش موجودين عندي، مش انون عندي. عن طريق جراوند كنترول بوينت اقدر احسب البوزيشن والاورينتيشن بتاع الطياره كده بكل صوره، وبالتالي اقدر احول برضه جميع النقاط من بيكسل كوردين سيستم الى جراوند كوردين سيستم عن طريق جراوند كنترول بوينت. بتاني اللي بيكون معلوم في الاريان ترانجليشن موجود معاه صور وموجود مع الجراوند كنترول بوينت. عن طريق الجراوند كنترول بوينت والصور بقدر احسب البوزيشن والاورينتيشن بتاع كل صوره، يعني اقدر احسب طبعا بيكون موجود معايا البوزيشن والاورينتيشن بيكون اربيتري افتراضي، بقدر احصل على البوزيشن والاورينتيشن بتاع كل صوره عندي في الجراوند كنترول سيستم، واقدر احصل على النقاط كلها هي البوت كلاود في الجراوند كنترول بوينت، احولها جراوند كنترول بوينت. ده الايرال ترانجليشن. طب الدايركت جيو ريفرنسنج؟ لا، مفيش عندي اي جراوند كنترول بوينت، لكن هيبقى عندي موجود ان البوزيشن والاورينتيشن بتاع كل صوره هيكون محسوب عندي من الجي ان اس اس ومحسوب من الاي ان اس. يبقى البوزيشن والاورينتيشن موجودين من الجي ان اس اس والانيرشال اي ان اس، هقدر احصل بعد كده على جميع البوينت كلاودز في الجراوند كوردين سيستم بدون جراوند في الجراوند كوردين سيستم بدون الجراوند كنترول بوينت. الحال الاولى موجود مع الصور، موجود مع جراوند كنترول بوينت، عن طريقهم هقدر احصل على البوزيشن والاورينتيشن عن طريق بعض المعادلات الرياضيه لكل صوره، واقدر احصل على البوينت كلاودز في جراوند كنترول بوينت. في الدايركت جيو ريفرنسنج لا، الموجود عندي موجود معايا الصور وموجود معايا البوزيشن والاورينتيشن بتاع كل صوره، وبالتالي اقدر احصل على الجراوند كنترول البوينت كلاود في جراوند كنترول بوينت بدون اي في جراوند كنترول سيستم بدون اي جراوند كنترول بوينت. طبعا كل منهم مميزات وعيوب، لكن دايركت جيو فرانسنج طبعا مميزاته ان هو ما بيحتاجش اي جراوند كنترول بوينت، بالتالي بيقلل لي جدا التكلفه وبيقلل لي جدا التايم في ان او اعمل عمليه توزيع وحساب للجراوند ثبت جراوند كنترول بوينت. كمان في بعض المناطق ما بقدرش اثبت طبعا جراوند كنترول بوينت، مش اي توزيع، انا عايز توزيع منتظمه بحيث تغطي كل اطراف المنطقه اللي ادرسها والمنتصف كمان، فبيكون في تكلفه ان اثبت النقاط واحسبها، في خطوره كمان، يعني في فرق بتقلل في التايم بتقلل في التكلفه، في خطوره كمان ممكن اتعرض لها في اثناء تثبيت النقاط ديت، في مناطق ما بقدرش اوصل وان اثبت المنطقه او انا اثبت النقاط بشكل منتظم. طبعا ده كله مش محتاج في الدايركت جيو فانس. ده كده بيوضح لي اللي هما الاورينتيشن، اللي هما التلات زوايا الاورينتيشن عندي، اللي هو الدوران حول الاكس واي وزد اللي هي الياو والبيتش والرول اكس انجل، التلات صور دول لو ما كنتش ماشي لا حصل فيها اهتزاز وبيحصل فيها
فبالتالي عندي في الدايركت جيرو فرانسنج جي ان اس اس ريسيفر بيديني الاكس والواي والزد، اقدر احصل منه على في الاخر البوزيشن اكس واي زد، والاي ام يو والاي ان اس بقدر احصل منه في الاخر في الاوميجا والفاي والكابا. ده كله في الدايركت جيرو فرانسنج. لكن في الاي تي او في الاريال ترانجليشن لا، انا بوصل بحصل على البوزيشن والاورينتيشن من خلال معادلات رياضيه عن طريق استخدام نقاط الجراوند كنترول بين. اتكلمنا عن انواع اليو اي في او الدرونز، وقلنا ان في عندي نوعين، في عندي فيكسد وينج وفي عندي روتري وينج، واتكلمنا عن الفرق بين فيكسد وروتري، وقلنا ان اهم الفروق اللي بينهم ان الفيكسد وينج المنطقه اللي بتغطيها بتكون منطقه كبيره شويه، الريزوليشن بتاعها بيكون اقل، يعني المنطقه اللي مغطاها بالفيكسد اكبر من الروتري، الريزوليشن بتاع الفيكسد اقل من الروتري. طبعا ليه؟ والفلايت او التايم بتاع الفيكسد اكبر من الروتري، تاثيرها بيبقى اعلى شويه، مقاومتها للهواء وتاثيرها بالهواء بتكون اعلى من الروتري، سرعتها بتكون اعلى طبعا من الضعف، طبعا بتبقى الانرجي بتاعها كده مواطئ اكبر شويه من الروتري. ليه؟ هي طبعا ارتفاعها بيكون في الروتري بيكون اقل، عشان كده الريزم بتاعها بيكون عالي، وتكون التغطية بتاعتها أقل، يعني الفيكسد بتاع الطيران أعلى، وبالتالي تبقى الريزوليوشن بتاع الصور بتاعي أقل، وبالتالي هتكون التغطية بتاعتي أكبر، تكون سرعتها أعلى، والفلايب تايم بتاع الفيكسد أعلى. دي طبعا ده العلاقة بين الجراوند سامبل ديستانس اللي احنا قلنا عليها، وإن هي المسافة بين 2 بكسل متتاليين لكن في الجراوند. او ما يعرف بالريزولوشن او السبيشال ريزولوشن. ده الفرق بين الفيكسل والمالتي والروتري، سواء مالتي روتر او سنجل روتر، ومزايا وعيوب كل نوع فيهم كنا عن المرة اللي فاتت. وده تقريبا وده صورة فيكسل وينج وروتري وينج، او دور الطيارة اي بي اي كفيكسل وينج، وطيارة البريس كروتري وينج طبعا دون انتاج شركة سورس فلاي. خلاص انا كده خلاص خدنا مقدمة وخدنا كتعريف وخدنا كأنواع الفوتوغرامتري واستخدامات الفوتوغرامتري ويعني ايه يوفي فوتوغرامتري وايه مكونات اليوفي فوتوغرامتري وانواعها ومميزات وعيوب كل نوع. نتكلم بقى في الوركينج بتاعي بعمل ايه بيها. خلاص انا عندي ياوت اليو اي في، هبدا عايز اشتغل واحصل على الصور، هعمل ايه؟ اول خطوه عندي اللي هي البلاننج، عايز اعمل بلاننج او تخطيط للرحله بتاعتي. اول خطوه عندي البلان. في البلان كده كده بقى طبعا الطياره بوصلها بالجهاز اللي عندي اللابتوب، في سوفت وير بدخل بحدد البيز ماب، بحدد منطقه، بختار انا اشتغل على انهي بيز ماب، خرائط جوجل او خرائط معينه او اي خرائط عندي موجوده في السوفت وير، ثم بختار المنطقه اللي هشتغل عليها، بحدد المنطقه اللي هشتغل عليها. يبقى بوصل اليو اي في لجهاز اللابتوب واشتغل، افتح السوفت وير. طبعا كل يو اي في لها سوفت وير معين، وافتح السوفت وير، اختار الماب اللي هشتغل عليها، اختار مثلا خرائط جوجل، مثلا جوجل ماب، وأحدد المنطقة عندي. طبعا المنطقة اللي عندي بحددها أكبر شوية، يعني لو عندي منطقة بوسع شوية وبحدد منطقة أكبر منها عايزها شوية. بعد كده بحدد الجراوند سامبل ديستانس، جراوند سامبل ديستانس. طبعا مجرد ما حددت الجراوند سامبل ديستانس هو كده كده هو طبعا عارف الريزوليشن بتاع الكاميرا، فبالتالي يقدر يعرف لي ارتفاع الطيران كام. وانا ان الجراوند سامبل ديستانس علاقة مع ارتفاع الطيران، كل ما ارتفاع الطيران هيكبر جراوند سامبل ديستانس هيكبر، يعني الروتين هيقل، فانا محدد الجراوند سامبل ديستانس اللي عايزه، فبالتالي كده اعتبر دخلت له ارتفاع الطيران، او هو قدر يحسب لي بخصائص الكاميرا بتاعته ارتفاع الطيران كام. واحدد الايمج اوفرلاب، الايمج اوفرلاب اللي هو تداخل بين الصور وبعضها، طبعا الصور هيكون فيها تداخل امامي وجانبي، يعني الصوره اللي اصورها الصوره اللي بعدها يبقى في تداخل بينها وبين بعض وهكذا.
من الجنب او من الامام. طبعا الموشن سوفت وير ده سوفت وير الخاص بشركه تنسفلاي، هيعمل لي فلايت بلان بقى تلقائيا كده، هيبدا يعمل لي فلايت بلان كام، يبقى كل اللي هو عايزه الجراوند سامبل ديستانس كام، والايمج اوفرلاب كام، والمنطقه دي فين، واقدر احسب طبعا ارتفاع الطيران ده بناء على الجراوند سامبل ديستانس. تمام كده. طبعا احنا اتكلمنا ان احنا هنشتغل في او جي ان اس اس، هنشتغل على الديفرنشال جي بي اس او الديفرنشال جي ان اس اس، فبالتالي انا بقدر ادخل له خلاص البيز ستيشن عند كوردينيت عشان اشتغل جي ان اس اس لو انا عارفه، يعني الجراوند او البيز ستيشن هذا ادخله لو انا عارفه، المفروض يعني لو مش عارفه او لو اشتغل في ار اس يعني حسب تقنيه جي ان اس اس، المهم يعني ادخله البيز ستيشن عندي لو اشتغل ديفرنشال جي بي اس او اقدر او اشتغل في ار اس. بعد ما اعمل ده كله بعمل اعمل سيموليشن، طبعا هيقدر يعمل لي سيموليت للرحله كلها، اتجاهها فين وتاثير الرياح، يعني كانها بالظبط بتتم بقى على الطبيعه، بقدر اشوف البدايه فين وعدد خطوط الطيران وكل ما يخص الرحله عندي اشوفها سيموليشن. طبعا لو في اي حاجه ممكن عايز اعدلها اه، طبعا ده صوت السيموليشن من السوفت وير اللي عندي، طبعا الطيارة بتطير في مسارات عمودية على اتجاه الرياح زي البداية، طبعا بعمل اطلاق من اي منطقة عندي، فهيبدأ طبعا من بداية المنطقة اللي عندي، هيبدأ مسار اولاني هيلف مسار التاني التالت الرابع وهكذا، واعمل عملية لاندنج في المنطقة اللي حددتها. هذا وصل وضح لي البلاي ستيشن اللي عندي وال اليو اف الطيارة اللي عندي ومتوصلة لجهاز اللابتوب، وبعمل بلاي. بعد كده خلاص طالما عملت بلاننج وعملت سيموليشن وكل حاجة تمام عندي، بعمل فلاينج، عملها اطلاق بقى، شغل الموتور واعمل لها ثرو ارميها في الهواء. طبعا في طيارات بتحتاج قذيفة، طبعا باستخدام الجي ان اس اس والانرشال زي ما قلنا بتحليلهم اقدر اعمل كنترول لكل شيء في الرحلة اللي عندي، كنترول تام، بعمل مراقبة وموتور واقدر اعمل لوفاي في اي لحظة على الرحلة اللي عندي. اللي اتكلمنا عليه موتورنج طبعا باستخدام اللي هو السوفت وير الموجود عندي والستيشن اللي عندي المحطة الأرضية اللي عندي، بشوف الفلاي بارامترز كل لحظة، بشوف الصور اللي عندي الطاقة توصل لي في الريال تايم، بشوف مستوى البطارية اللي عندي، بشوف كل العناصر اللي عندي الارتفاع كام دلوقتي، الأوفرلاب كام، كل الداتا أو كل البارامترز عندي بتبقى ظاهرة عندي بشكل كامل. بس بيوضح لي الرحلة طايرة قدامي، المطار ايه اللي فاضل، مستوى البطارية وكل الخصائص اللي عندي أو البارامترز الخاصة بالرحلة. كنترولينج طبعا في حالة اكتشاف أي أخطاء عندي في الرحلة، عملية إعادة البرمجة تتم لحظيا، يعني لو في أي لحظة شفت إن في خطأ أو في حاجة عايز أعدلها، عملية التعديل بتتم في اللحظة وأكمل بدون أي عملية هبوط وإقلاع تاني، عملية الموديفاي بتتم أثناء الشغل عادي. عندي يوضح لي المسارات يعني لو شفنا مسار أولاني المسار التاني وهكذا، كريشن بقى خلاص أنا كده خلاص قدرت أوصل على الصور اللي عندي، وقدرت لو عندي جراوند كنترول بوينت موجود معايا، ولو ما عنديش جراوند كنترول بوينت او موجود معايا البوزيشن والاورينتيشن بتاع الكاميرا عندي في كل لحظة او في كل صورة عندي موجود، بقدر اخد كل الداتا كصور وك جراوند كنترول بوينت او الداتا بتاعت الجي ان اس اس
والاي ان اس، ببدأ اخدهم طبعا في اي سوفت وير عندي، في موجود سوفت ويرز كتير جدا، في اي سوفت سكان او اي سوفت انت شايف حاليا، او اللي بيستخدمه 4 دي مابر، او برنامج الفوتو مودلر يو اس، او ديسك ريكاب. بقدر عن طريقهم اقدر اعمل بروسيس للصور اللي عندي، اقدر اوصل على 3 دي بوينت كلاودز و 3 دي يعني ملايين من النقاط. طبعا من خلال اقدر احصل على ديجيتال سيرفيس موديل، اقدر احصل على ارز وموزايك، اقدر احصل على كونتور ماب، اقدر احصل على اي شيء انا محتاجه من خلال الصور دي. كده نكون وصلنا لنهاية الجزء الثاني.